المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني مع المشاهير. مستمعينا ومشاهدينا الكرام على راديو وتلفزيون المشاهير اللبناني، الممثل الأدير والمبدع وجه صقر، دايما صقر هيك محلق عطول بإبداعاتك وبمسلسلاتك هيك المهضومة اللي عم نشوفها على الشاشات اللبنانية والعربية. أنت مبدع بتستاهل الجائزة وأكثر. تحياتي لك من ذا أول. شو بتحب تقولهم للشباب يلي تابوا على هالإيفنت سامر وحنا؟ بقولهم لسامر ولحنا يعطيهم ألف عافية، عملوا شغلة كتير رائع وبيضاهي أهم المسابقات اللي عم بتصير حاليا، وعطوا كل إنسان حقه وكرموا ناس ما تكرمت قبل، وكان في مصداقية ونقى لجنة حكم جدا رائعة من نتالي فضل الله للكل تقريبا، ومبين انه كتير شغلين على الايفنت وكتير تعبانين عليه. انت رائع، ثانك يو، ميرسي. اشتقنا لك، شو بتحضر جديد؟ ما موجود معنا مشاهير العرب. هلا عندي مسلسل جديد اسمه حبيبي اللدود، رح بتشوفوه برمضان ان الله راد. وعندي كمان مسرحية مع الأب فادي ثابت، بلشنا تمارينها هلأ عن جديد، وعندي شيء كمان على رأس السنة بدي بلش فيه كمان لرمضان كمان. موجه لهم تحية، موجه لك تحية لك كمان، وأنت مبدع ودائما في اي بي، نحن نكبر فيك. ميرسي كثير، يعطيك ألف عافية لك كمان. ثانك يو لك. مشاهير العرب دائما في اي بي بيكبر فيك لبنان بهيك الممثل الرائع ويجيب سؤال، يعني هو دائما رفع من راسنا. ثانك يو. هما راديو وتلفزيون مشاهير العرب VIP.
هنا راديو وتلفزيون مشاهير العرب VIP